تحية رائعة من القاهرة لكل المشاهدين. في ورش الميكانيكا تضيع الملامح الرقيقة وراء جبال من الشحوم والزيوت. في إشارات المرور يسرق التسول المقنع كل البراءة. في تلال القمامة يحملون على ظهورهم الضعيفة أثقال ينوء بحملها الرجال. في الغيطان البعيدة يسيل العرق على الأراضي الشرائي. 9 مليون طفل مصري في عمر الزهور ألقت بهم الأقدار في جحيم العمل الشاق مبكراً. المواثيق الدولية لا تحميهم والقوانين المحلية لا تعرفهم. بدلاً من الرعاية الصحية رمينا بهم في مستنقع الأمراض. بدلاً من تنمية المواهب تركناهم يغرقون في وحل الاستغلال. نراهم من خلف زجاج السيارات الفارهة فنكتفي بمصمصة الشفاه. تطاردنا صورهم البائسة على الشاشات فنضم أولادنا إلينا ونغير المحطة. الليلة الحكاية عن الجرح النازف في قلب الوطن وبنتجاهله كلنا. عن الدمعة اللي سالت على خد البلد وبنعمل نفسنا مش شايفينها. عن عمالة الأطفال. عن اللي شالوا الهم قبل الأوان. الأرقام مخيفة والإحصائيات مرعبة. 9 ملايين طفل صغير على الأقل تم انتهاك حقوقهم في مهن مختلفة. ليه؟ مين المسؤول وإيه الحلول العاجلة؟ بعد شوية نبتدي التجارب، نسمع التجارب ونبتدي الحكاية. مستنيينكم بعد شوية.